سحبت اليوم قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى بمشاركة كبيرة من المصنفين والمصنفات على مستوى العالم. ويفتتح حامل لقب السويسري روجر فيدرر البطولة بمواجهة المصنف 51 السلوفيني إلياش بيديني، ويلاقي المصنف الأول العالمين الإسباني رافائيل نادال منافسه فيكتور إستريا بورغوس من الدومينيكان، مع احتمال مواجهة نادال للمصنف السادس الكرواتي ماريان تشيليتش في ربع النهائي. وسيستهل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الرابع عشر مشاركته في مواجهة الأمريكي دونالد يانغ، فيما يواجه السويسري ستان فافرينكا اللتواني ريكارداس برانكيس.